السلام عليكم ورحمة الله. أولا أحيي الشعب الليبي العظيم يوضع حجر الأساس في التقاليد الروسية، نضع حجر الأساس لبناء خيمة سيد القائد معمر قذافي من هذا في هذا اليوم العظيم في إطلالة عيد الفاتح في سبتمبر العظيم. الله معمر وليبيا وبس. الله معمر وليبيا وبس. قذافي غليل، شكرا لك. أريد أن أوضح للعالم وللشعب الليبي بشكل خاص وللعالم أجمع، في اكتشفت أشياء يقشعر لها البدن في بلدي روسيا، بلدي الثاني روسيا، ومن هذا الشعب العظيم الشعب المتواضع في دولة روسيا وتحديدا في العاصمة الروسية موسكو. ها نحن الآن نضع حجر الأساس لبناء خيمة سيد القائد معمر القذافي ولبناء أفضل تمثال ذهبي لمعمر القذافي داخل العاصمة الروسية موسكو. ولفتني لفتني الانتباه في ما أجده في أيدي الشباب الروسيين يوزعون هذه صور القائد معمر القذافي باللغة الروسية، تقول إن أنا حي لن تقتلوني وأنا حي في قلوب الملايين، هذه باللغة الروسية. ويوزعون بعض الميداليات الخضراء وفيها صورة الحمامة وصورة سيد القائد معمر القذافي. فبالتالي هذه الحديقة نحن نرى هذه حديقة معمر القذافي التي سميت باسمه في خلال أقل من شهر. ها نحن الآن على هذه الأرض البسيطة، الأرض المتواضعة، نحيي منها الشعب الليبي العظيم. نحن الآن ملك أنفسنا، نحن الآن لن يستطيع لا إرهاب ولا ناتو ولا غيره. أنا موجود في وسط مجتمع متواضع، وسط مجتمع يحب السيد القائد معمر القذافي. هذه الحديقة بالفعل تفاجأت بالموقف، أنا في وسط الشعب الروسي وحبهم لسيد القائد معمر القذافي شيء لا يستطيع أن يقبله العقل. فمعمر القذافي في حين لما قال أنا معي الملايين، يعني قالها فعلا مش من فراغ. معمر القذافي قال أنا في قلوب الملايين، ها هم الملايين، أنا أجدهم في الشارع الآن، في الشارع الروسي وفي شوارع مصر وتونس والجزائر وتجول حول العالم، أكتشف أنهم يحبوا شخص معمر القذافي. لماذا؟ الله أعلم. قالها أنا في قلوب الملايين، فصور بالملايين يوزع فيها الشباب الروس، الميداليات أيضا في صور القائد معمر القذافي، الأعلام الخضر، العلامة الخضراء بإضافة صورة القائد، العلم الأخضر الخفاق اللي مرفوع داخل العاصمة الروسية موسكو. نحن نشاهد لانو فبرك، ولكن كل شيء موثق. هذه الحديقة، هذا حجر الأساس، هذا وضع حجر الأساس لخيمة سيد القائد معمر القذافي وللتمثال الذهبي حسب أقوالهم الآن. وهناك ترحيب قوي من هؤلاء الشباب، أحييهم تحية الاحترام والإخلاص، وأحيي فيهم حبهم لسيد القائد معمر القذافي. فها نحن الآن نتجول داخل هذه الحديقة، وسوف يرى كل المشاهدين الليبيين الأحرار طبعا وكل العالم اللي يحب معمر القذافي سيشاهد في 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 هذا اليوم العظيم، اليوم الخميس على تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت موسكو، لنحيي العالم ونحيي الشعب الليبي ونطمئن الليبيين. يا ليبيين يا شرفاء، القائد معه الملايين وليبيا سوف تتحرر عن قريب بإذن الله تعالى، فليخسأ الخاسئون. نحن أصحاب حق في هذا الشأن لأننا أبناء ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة. ها هي موسكو، وهذا هو الشعب البسيط، الشعب المتواضع، الشعب المحترم اللي يحب معمر القذافي اللي تفاجأت به. ولأول مرة أتي بزيارة وبدعوة من هؤلاء الشباب المحترمين، فتحية مني لكم وإلى الملتقى بإذن الله. وأنتم الكاميرا تتحدث الآن، لا أريد أن أتحدث أنا، فأضع المجال للكاميرا هي من تتحدث. هذا العلم الأخضر بصورة سيد القائد معمر القذافي، وهذا العلم الأخضر الآخر وعلم الاتحاد الأفريقي أيضا. شاهدوا معنا مشاهدين الكرام هذا العلم الاتحاد الأفريقي وصور القائد بكثرة موزعة بالألاف في وسط الشارع
الليبي عفوا الشرع الروسي. هذه الصور ايضا توزع بالالاف داخل العاصمة الروسية، صورة القائد وصورة الحمام ايضا. مش في العاصمة بس، نعم هي ايضا صور القائد موزعة بالالاف في موسكو، في ضواحي موسكو وفي كل مدن موسكو. انا لا اتحدث على لسان موسكو فقط، بل في كل مدن موسكو نشاهد ايضا. لاحظ معنا مشاهدينا الكرام هذه الصور، الاحتفاليات موجودة، حننزلها عبر الانترنت بإذن الله. معمر القذافي يقول أنا حي وفي قلوب الملايين باللغة الروسية. شوفوا هذه المدن في 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 مدن في 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 روسيا، موسكو وغيرها من ضواحي موسكو. هذه الاحتفاليات، هذه اللي تحت يعني مش اللي فوق، هذه اللي فوق اللي من فوق تخص الشأن الليبي، ولكن الموجودة تحت هذه الاحتفاليات في داخل مدن روسيا. الله مؤامر وليبيا وبس، الله مؤامر وليبيا وبس، الله مؤامر وليبيا وبس. الشعب يريد مؤامر العظيم، الشعب يريد مؤامر العظيم. сегодня в Москве в Сокольниках мы пришли почтить память великого лидера ливийской арабской социалистической джамахирии Муаммара аль-Каддафи. К нам сегодня приехали наши ливийские друзья, и мы вспомнили те святые времена, когда Ливия процветала, когда там не было этой ужасной войны, когда американские бомбы не взрывались над головами обычных жителей. И мы сейчас заявляем, что мы с народом Ливии, что мы против оккупации, и мы будем делать все возможное для того, чтобы избежать таких экспансий, как было в Ливии. Американцы, убив такого великого человека, им кажется, что они убили целую страну, им кажется, что они убили целый народ, но мы видим, что уже сколько времени прошло, и мы продолжаем, есть сторонники, есть в сердцах миллионов людей все еще жив лидер ливийской джамахирии, и, как мы видим, не только в сердцах российских людей, в сердцах ливийцев, в сердцах и из других стран есть люди, которые его поддерживают. Мы знаем и поддерживаем контакты. Есть и в Италии, есть и в Сербии, есть и в других странах есть сторонники Муаммара Каддафи. Это означает, что он сумел построить то новое общество, о котором он мечтал. И это значит, что эта его политическая система, которую он создал, она имеет будущее, она будет воссоздана и она будет жить долгие-долгие годы. Алла Муаммар Уливия Уабас. Алла Муаммар Уливия Уабас. Алла Муаммар Уливия Уабас. Ливия была процветающей страной благодаря действиям лидера Муаммара аль-Каддафи. Ливия это была цветущая страна, которая могла превосходила по всем параметрам страны Африки. Но экспансия и интервенция с помощью стран НАТО и бандитов Аль-Каиды привели к тому, что сейчас Ливия находится в разрушенном состоянии. Там разруха, бандитизм. Но мы верим, что зеленое сопротивление, не сдастся. Зеленое сопротивление действует. И мы поддерживаем зеленое сопротивление. Несмотря на информационную блокаду Ливии, до нас все равно доходят новости о том, что в Ливии еще остались патриоты, которые будут бороться с оккупационным режимом, с террористами, действующими на территории Ливии. Как говорил президент Панамы, убитый ЦРУ, не придумана еще та ракета, которая уничтожит идеалы. И те идеалы, которые сейчас исповедуют ливийское зеленое сопротивление, будут жить и передаваться в поколение в поколение. И те знаменательные события, которые произошли при Муаммаре аль-Каддафи, будут жить в сердцах миллионов. Аль-Джамахирия forever. Аль-Джамахирия forever. Что
этого что? Сажай. Дома на... ونحن ايضا نتجول داخل حديقه القائد. امدني باحد الاشخاص الروس بالكتاب الابيض وبالعديد من الكتب. نلاحظ مشاهدينا الكرام هذه الكتب اللجان التوريه، حركه اللجان التوريه في روسيا. شاهدوا معنا معمر القذافي، الكفاح المستمر، خطب ومقالات القائد. شاهدوا معنا هذه الكتب توزع على كل مدن روسيا، ومن ضمن هؤلاء الأشخاص الموجودين معنا الآن. هذه صورة سيد القائد معمر القذافي. هؤلاء الأشخاص اللي من ضمنهم معنا موجودين الآن متمسكين ومرابطين معنا إلى آخر لحظة ومع القائد لآخر لحظة. من ضمن هؤلاء الأشخاص الآن موجودين معنا. هذه الكتب توزع على كافة مدن روسيا، حركة اللجان الثورية الروسية، يعني يأخذوا في مقالات القائد وكتب القائد ومعتقدات القائد وكافة أفكار القائد، يوزعوا فيها على كافة مدن روسيا. هذا لدلالة أن معمر القذافي فعلا أسطورة التاريخ الحديث، واقتنعوا به العالم كله وليس حتى الليبيين. فنحييكم أيها الليبيين الشرفاء. نحن مستمرين، هناك مؤتمر بعد قليل سوف نحضر المؤتمر داخل إحدى الصالات بما يخص وضع ليبيا الراهن من القتل والتعذيب، وخصوص المهجرين، وبخصوص الحرار اللي في المعتقلات. سوف نخرج من هذه الحديقة. شاهدوا معنا هذه حديقة معمر القذافي اللي بننقلوها للعالم، وهذه حديقة جديدة، واليوم اليوم الخميس بإذن الله تعالى يوافق. الله مؤمر وليبيا وبس، الله مؤمر وليبيا وبس، الله مؤمر.